بنتكلم بنقول التشكيله النهارده الاهلي محتاج المكسب، فالتشكيله بتاعت الاستوديو كلها النهارده هجوميه يعني. يا رب النهارده ان شاء الله محتاجين قوي المكسب ده، وكل الجماهير الاهلاويه بتقول يا رب من جوه قلوبها ان شاء الله يكون المكسب بالنصيب النادي الاهلي. مباراه صعبه كابتن شريف، اتكلمنا عليها امبارح مع ضيوف الكرام، اكيد طبعا انت ليك راي في هذه المباراه تحديدا. هي الحقيقه ملامح المباراه 2-2، يعني 2-2 دي نتيجه يعني ما تعملكش غير حل واحد بس، انك انت عشان تعدي هذا الدور انك انت لازم تكسب. عجبتني مقولات كتير جدا من بتتقال للعيبه، لا اعذار، عايزين الانتصار، يعني عايزين النهارده يبقى في فرحه الاول، يعني فرحه تخلي الدنيا تبقى يعني في خط مستقيم كويس، مش عايزين نخش لبدائل بقى في جميع الحلول الاخرى وكلام بقى وخرجنا من هنا وخرجنا من هنا. ان شاء الله اللعيبه يكون عندها هذا الاحساس يعني. فالشكل اللي حضرتك بتتكلم عنه ده هو شكل صعب قوي النهارده، لان هم عندهم من مقومات الفرقه دي برضو احنا كنا مستسهلينها، بنقول هم السادس في الدوري والعاشر في الدوري، ما طلعوش كده الحقيقه يعني. انت باي حد تلعب فرقه السمات بتاعتها انها السادس في الدوري لازم تكسبه 2-3 على الاقل، انما هما كان ليهم وجود في برج العرب الحقيقه وحطوا هدفين، وانت اضعت الاهداف اللي هي كانت ممكن بعد ما كنت انت متقدم بهدف. الشكل النهارده شكل رجولي واداء وجري كتير، لانك انك تلعب مع فرقه متعادله جابها فيك جولين هنا، متعادله معاك هنا وعلى ارضها وسط جمهورها، وفريق ليه سمعه وثلاث فراوده برازيليين. احنا كلنا بنتكلم على الفراوده، احنا في عرض اثنين يعني مش في واحد بس، احنا في عرض اثنين في فرقتنا احنا، فهيبقى ماتش صعب قوي ان شاء الله. يعني بلال، الماتش اللي يسمع 2-2 يقول 2-2 كان المباراه يعني طرفين مباراه قويه جدا، لكن باتريس كالترون طلع يتكلم امبارح قال المباراه 2-2 ما كانتش بتدل على سير المباراه، لان احنا كنا مستحوذين على المباراه في معظم الاوقات، الوصل في 10 دقائق جاب فينا هدفين ورجعنا بهدف في اخر مباراه، هدف التعادل بتاع مروان محسن. شايف فعلا 2-2 كانت بتدل على ان الوصل فرقه، هي فرقه كبيره، لكن كانت ند النادي الاهلي في مباراه الذهاب. بص، خلينا نقول ان المباراه صعبه على النادي الاهلي، مش بس الحته ان انت متعادل في القاهره 2-2، لا انت المباراه صعبه، انت جاي من مباراه كبيره جدا، جاي من خروج افريقي، جاي من ضغوطات، اللعيبه مضغوطه، المدير الفني مضغوط، الجمهور بيضغطك، عايز منك البطوله دي، فهي دي الضغوطات اللي على النادي الاهلي. اما بالنسبه للمباراه على المستطيل الاخضر، فانا مش شايف ان هي ممكن تكون مباراه صعبه على النادي الاهلي. جميل. قبل كده كتير جدا كنا بنتعادل في القاهره في البطولات الافريقيه، وبعدين بتكسب بره ملعبك وبتاخد البطوله من بره ملعبك. جميل. فعلى ارض الملعب البطوله ممكن ما تكونش صعبه، ولكن بره الملعب الحسابات الثانيه المختلفه، الظروف الخارجيه اللي ما قبل المباراه، اعتقد هي دي الظروف اللي مصعبه المباراه. هي دي الظروف الصعبه على اللعيبه، الضغط اللي موجود على اللعيبه، الضغط اللي موجود على الجهاز الفني النهارده. الجهاز الفني الاقاويل اللي بتتقال ده ممكن يمشي بعد المباراه، ده ممكن يقعد بعد المباراه، في استقرار، مفيش استقرار بالنسبه له. اللعيبه الموجوده، الترانسفيرز اللي بتتقال، هل في لعيبه ممكن تيجي النادي الاهلي، هل في لعيبه ممكن ترحل في النادي الاهلي في يناير، الكلام ده كله ممكن يمثل ضغوطات كبيره على النادي الاهلي. وده خد بالك وضع طبيعي في مباريات اللي زي كده، يعني لما بتبقى في اخفاق او يبقى في هزيمه او خروج من بطوله كبيره جدا، الاسابيع اللي بعدها او الاسبوعين اللي بعديها بيمثلوا يعني ضغط كبير على كل حاجه، على المنظومه كلها بشكل عام. تمام. لكن النهارده ممكن المباراه على ارض الملعب تكون لصالح النادي الاهلي. احنا هنا في المباراه اللي هنا كنا مستحوذين، كنا متفوقين، هم اللي تعادلوا مع النادي الاهلي، فرقه كبيره عندها مهاجمين، عندها فراوده على مستوى عالي، بتعرف تلعب كوره، بتعرف توصل للجون، ودي حاجه مهمه جدا في الفرق، في تكوينه الفرقه نفسها. ولكن على ارضيه الملعب لا، الامور ممكن تكون مختلفه. يعني انا بشوف ان المباراه دي بعد ثلث ساعه نبتدي نحكم عليها، مش من اول دقيقه. يعني بعد موجود على اكتاف اللعيبه داخل الملعب يروح، اعتقد انك ممكن تلاقي مردود تاني داخل الملعب. فالنهارده صعوبه المباراه من الضغط اللي بره المباراه، مش من المباراه نفسها. تمام. انا كنت هقول لك على ضغط على اللعيبه تحديدا، اكيد اللعيبه طبعا عايشين معانا على السوشيال ميديا وبيسمعوا الكلام، والجهاز الفني اكيد بيقول لهم المباراه صعبه وعايزين ننسى الخساره الافريقيه، ضغط كبير جدا على اللعيبه، لكن لعيبه الاهلي متعوده على الضغط ده. اسامه، اللعيب اللي في النادي الاهلي اللي ما يستحملش الضغوطات ما ينفعش يلعب في النادي الاهلي. جميل. لكن انت كل حياتك في النادي الاهلي بتشتغل دايما تحت ضغط، سواء انت في تمرينه او سواء في مباراه. لكن النهارده صعوبه المباراه، انت بتخسر امام الترجي النهائي الافريقي، النهارده مباراه الوصل مش مباراه في دوري ممكن اتعادل او اخسر او لا، ده انت النهارده لازم تحقق فيها المكسب. مكسب النهارده مهم، النهارده المكسب النهارده وجودك او تكملتك تكمله المشوار في البطوله العربيه هيديك دوافع
وقوه انك انت داخل على مؤجلات في الدوري شهر 12 عندك حوالي بتاع 7 مؤجلات من يوم 27 11 ل 30 12 عندك كم كبير تمام. فالنهارده المكسب النهارده بيطلعك بقى من حته الزعل حته الحزن يرجع الجماهير تاني ليك يديك دوافع لخلال شهر يناير دوافع كبيره جدا انك تقدر تشتغل في شهر 12 الماتشات اللي عندك ماتشات مهمه تقدر تحقق فيها المكسب. احكي لك موقف يا كابتن ميدو. احنا كنا راجعين من كاس العالم للانديه كنا راجعين واحنا واخدين مركز ثالث. اول ما رجعنا كان اتحاد الكره كابتن شريف في مباراه الاسماعيلي فالنادي الاهلي طلب ياجل المباراه انت هترجع بعدها بيوم يومين لازم تلعب مباراه ما بين اليابان وبين مصر في فرق كبير فانت نهار ليل والليل نهار فطلبوا تاجيل المباراه عشان بس اللعيبه تتاقلم تاني. اتحاد الكره قال لك الجدول والدنيا مضغوطه ما ينفعش ان انا اجل. لعبنا مباراه الاسماعيلي اتغلبنا في الاسماعيلي في استاد القاهره وسط جمهورنا 3-0 كل اللعيبه كانت وحشه اليوم ده مفيش لعيب في حاله بالظبط بس دوافعنا احنا بقى كلعيبه انا بتكلم عشان موقف النهارده وانت خسران من الترجي انت دوافعك كلعيبه غير المدير الفني وغير الجهاز بالظبط انا قلت ان هي مباراه ثلاث ايام اللعيبه ما بتنامش محدش يعني مستحمل الخساره وتالي اسماعيلي انا مستني المباراه اللي جايه بفارغ الصبر بغض النظر مين المباراه اللي جايه انا ما ببصش على الخصم بس انا مستني اصالح جمهوري. كانت المباراه اللي بعديها المقاولين العرب كانت فرقه قويه جدا مقاولين في المقاولين رحنا كسبنا المقاولين في المقاولين 5-1 عملنا مباراه كبيره اداء كويس اهداف والخمسه كانت المباراه ممكن تطلع 10 كمان كل واحد جواه غل كل واحد جواه دوافع دي الدوافع الذاتيه لازم اللعيبه لعيبه النادي الاهلي لازم تغرزها جواها في مباراه النهارده ازاي اصالح جمهوري ازاي ادي نفسي دفعه لمباراه شهر 12 المؤجلات ازاي ارجع الثقه عندي كلعيبه فمباراه النهارده مهمه جدا في يعني للفتره الجايه ان شاء الله.